ما عندناش مشكله ان احنا نلاعب اي حد كنادي اهلي يعني. انا بتكلم كنادي اهلي، وده شفناه من تصريحات رامي ربيعه، شفناه من تصريحات مجدي قفشه، شفناه من تصريحات ياسر ابراهيم، كل التصريحات اللي جت عند على قناه النادي الاهلي حضراتكم شفتوا ان التصريحات بيقول لك يعني نلعب ده نلعب ده نلعب ده، ما عندناش اي مشكله. فعشان كده الشكل اللي عجبني جدا قد ايه ان اللعيبه دي رجاله في وقت كان صعب جدا جدا بعيد عن كره القدم. اللي حصل امبارح احنا كنا بنحاول يعني، لكن اللي حصل امبارح ليست مباراه لكره القدم. مباراه لكره القدم انت يعني على اعتبار ان المباراه دي في مباراه كره قدم ومباراه عاديه، لا النادي الاهلي فنيا يكسب كتير. مع حضراتكم ويعني كلام منطقي وهنسال فيه نجومنا الكبار اللي هيكونوا موجودين معانا. لكن ما حدث اثناء المباراه وما قبل المباراه من تحريض وتشكيك وظروف صعبه، وما حدث بعد نهايه المباراه من امور صعبه للغايه الحقيقه حدثت بعد نهايه المباراه، خلت اللعيبه كلها مش مركزه غير في شيء واحد فقط، ان هو انا عايز اوصل باي طريقه. انا عايز اوصل، لانه كان ممكن جدا لا قدر الله يحصل اي حاجه ويخش فيك جون تاني، ممكن جدا مع انك مضيع خمس ست سبع تجوان قبلها. فعجبني جدا تكاتف لعيبه النادي الاهلي كلهم مع بعض وقفهم مع بعض، قد ايه ان الناس دي او اللعيبه دي شافت. هستعير كلمه الكابتن سيد عبد الحفيظ وهقول ان هو قال ثكنة عسكريه، هو قال ان هو انا كنت بلعب امبارح كده، ف زي ما حضراتكم شايفين الصور. ف بص بقى حضرتك قوات دي، انا بشكر جدا جدا الحقيقه المسؤولين السودانيين سواء في الداخليه او في الجيش، الحقيقه حاجه محترمه جدا، وقد ايه بيحافظوا على كل شيء وبيحاولوا يعني على قد ما يقدروا ان هم يحافظوا على ان المباراه تخرج الى بر الامان. ولكن في النهايه يعني مش اجواء لعبه كره قدم الحقيقه، من وجهه نظري ان هذه ليست اجواء كره قدم. قدرت تتعادل وكنت تقدر تكسب وكنت تقدر تجيب اجوان وكنت تقدر تخلص المباراة، ولكن في النهاية اتعادلت وصعدت إلى دور الثمانية. أنا بس عايز حضراتكم بيني وبينكم يعني أنا عايز حضراتكم وأنتوا قاعدين بتتفرجوا كده، حط نفسك مكان أي لاعب من لعيبة الأهلي امبارح في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الأحداث. أنا رايح ألعب كورة يا جماعة. أنا على فكرة كنا شفنا احنا انا وغيري 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 من الاجيال كلها للنادي الاهلي شافت من ده كتير، ولكن خلاص احنا في 2020 يا جماعه، الامور كلها نادي الهلال نادي كبير وله جماهيريه كبيره ومن اكبر الانديه في افريقيا وكل حاجه، لكن النادي الاهلي ايضا له جماهيريه كبيره وكذا وكذا وكل الكلام ده احنا عارفينه. ايه اللي يحصل؟ ممكن يكون في تسخين قبل المباراه وتحريض من بعض الصفحات اللي حضراتكم عارفينها وكلنا بنتكلم في هذا الموضوع الحقيقه، وناس كتيره جدا ممن ينتمون لانديه منافسه زعلانين جدا من اللي حصل ومن هذه الصفحات المغرضه، هذه الصفحات المغرضه الحقيقه، لانها بتودينا الاتجاه بعيد جدا عن الرياضه. احنا كل شويه ايه حد يغلس علينا واحنا نغلس على حد، او حد يتكلم على النادي الاهلي واحنا نتكلم عليه، الكلام ده شيء طبيعي وسجال ان انا بدافع عن ناديه، ولكن تصل الى ان انت تحرض دولتين على بعض، منهم الدوله بتاعتك دولتك، لما تبص في البطاقه من المفترض ان انت مكتوب ان انت مصري، من المفترض ان انت مكتوب ان انت مصري، لكن في النهايه الموضوع عدى. احترافية إدارة النادي الأهلي ودبلوماسية مصرية على أعلى مستوى الحقيقة من السفير حسام عيسى، وكل لما بقول كابتن خطيب يبقى كل مجلس الإدارة، لما بقول السفير حسام عيسى يبقى كل أعضاء السفارة المصرية في الخرطوم، قدروا إن هم يديروا الموضوع باحترافية كبيرة جدا جدا الحقيقة من قبل الكابتن محمود والسفير حسام عيسى الحقيقة، لغاية لما الفريق رجع مصر وصعدنا إلى دور الـ16.